سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. دائما كيف القاعده كنرحموا الموتى ديالنا الشهداء اللي ماتوا بالوباء كورونا، وكندعيو مع المرضى ديالنا الله يشافيهم ويرجعهم لعائلتهم سالمين معافيين. ودائما في اطار جلس في دارك، انا اليوم جبت لكم واحد الكيكه اللي هي بسيطه للتناول في الغداء ولا الفطور. رمضان عواش لكم مبروكه بعدا، وتصلح لرمضان في الفطور ولا في ولا في السحور، ماشي كان في الحليب. مغذيه فيها مجموعه المحتويات اللي هي المقادير تاع هذه الكيكه. عندنا ثلاثه البنانات اللي يكونوا طايبين، نحاولوا ما امكن ما نبقاش نرميو ونضيعو، كيقربوا يطيبوا لنا بزاف البنانات ديالنا، نديروا بهم كيكات ونعطيوهم لوليدات ديالنا صحيين. فيهم ثلاثه، فيها ثلاثه ديال البنانات او ثلاثه ديال الموزات طايبين مزيان، جوج نتاع البيضات، كاس معامرش ديال سنيده، نصف كاس ديال الزبده مذابه، اي زبده عندكم اللي كتستعملوا نتوما في الدار، خلصه نتاع الملحه. عندي البيكربونات اليمونتير اللي ما كتعرفهاش، هي غادي نديروا واحد معلقه صغيره، ونص بقيه ديال الخماره ديال الحلوه، وواحد لافانيه، وواحد معلقه ديال لافاني سائله. عندي عصير حامضه صغيره، وعندي 200 غرام اولا 250 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا لا كريم باتيسيير انا درت ديال الشوكولا، درت هذه ديال البنات، نصف لتر حليب. شيء غادي معك البنانات نتاوعي، الموزات نتاوعي، نقيهم مزيان نمعكهم ونكب عليهم حامض باش ما يكحالوش، ونخليهم جانبا. طايبين حلوين. بعض المرات ما كياكلوهم لكم شي وليدات اولا نتوما ما كتبغيوش تاكلوهم، بالنسبه لك يكون انسان بوحدو كيجيو شويه طايبين بزاف، اذا ما رميوهمش ونستعملوهم في الكيكات ديالنا. نقدروا نستعملوها في الفطور اولا كما قلت لكم في الغوتي اولا في الفطور تاع رمضان. اذا انا غادي نعسها غير بالفرشيطه، بسم الله. دوك القناه اللي كيكونوا الا كانوا كحلين حيدوهم. الان غادي نكب عليهم الحامض، عصير الحامضه باش ما تكحلش الموز ديالي ما يكحلش. ودائما كما قلت لكم البنات، فيتامين سي الحامض، راه فيتامين سي كتجي الكيكه ديالنا من السما به، و اومين طون كيحافظ لنا على الموزات ديالنا ما يكحلوش، لانه هو دغيا كيتاكسيدا. مزيان لا داعي انني نضربو بالدراب، ونخليه جانبا. كملنا العصير، الحامض راه مفيد، نخليه جانبا الاخوات، وامر الى الكيكه. غادي نضرب البيضات نتاوعي مع السكر وقبيصه ديال الملحه، دائما فقصوا البيض في واحد الاناء خارج الاناء الذي تستعملوا فيه، اللي ربما تكون شي بيضه خاسره وما تضيع لكمش البيضات الاخرين. يلا غادي نضرب مع السكر وقبصه تاع الملحه. دائما كما كنقول لكم انا الملحه كنستعمل هيمالايا، راه صحيه البنات، عندها فائده يعني ما كتضرش بحال الملحه البيضه. انا البنات غادي نضرب البيضات نتاعي مع قبصه الملح، من بعد غادي نزيد لها السكر و
الفانيلا، وانتم معايا ودي الكربونات نزيدوها مع الدقيق هو الخمار. بالمناسبة البنات هذا روبو شريته جديد في رمضان، ما كيديرش الحس، رائع جدا. اللي ما عندهاش وبغات هذا ننصحها بهذا، زوين هذا البنات، رائع جدا الصراحة، ما كيديرش كاع الصوت، ما كيصدعكش كي كيكون تخدمي. حط البيض والسكر والزبدة، ودابا غادي ندير واحد المعلقة صغيرة ديال فيها 5 ملليلتر نتاع الفانيلا سائلة. غادي نزيد لا فانيلا سكر، دابا غنبرد شويه هادي. دابا البنات غادي نزيد الموز ديالي، وغادي نضرب كلشي. إذا الآن غادي نخلط الدقيق شوية شوية تنسالي، وغادي نزيد معلقة ديال البيكربونات مع الدقيق. شوية شوية تنسالي، شوية ديال الدقيق ونزيد فيه البيكربونات والخمارة. هذه بيكربونات أليمونتيغ البنات، أنا نزيد معلقة باش كتنفخ. نديرو في المول صغير، ولكن جاني صغير هذا بزاف، كنت باغي نديرو في هذا، ولكن المحتوى جاني اكثر، خفتو لا يفيض لي، دونك هزيت هذا شويه كبير، درت له الكاريت من البابي كويسون من تحت، دهنته بالزبده، درت له الطحين. دابا غادي نفرغ الكيكه ديالي، نتمنى انها تكون كتبان لكم. والان غادي ندير ليها لا كريم باتيسيير اللي كنت ديجا وجدتها البنات. كو عارفين البنان كيتواتى مع الاخر، مع لاكريم، مع الشوكولاط.
كاملة. باش تجي لي غير في الوسط. والى الفرن الحبيبات ديالي. ها هي الكيكه ديالي وجدات متوسطه، زينتها بالسكر كلاصي شكلاط المر 80 درجه. اذا الان غادي نقطع معكم واحد الطروسو اللي غادي يكون تحليه ديالي انا لهاد الغدا. ها هي الكيكة ديالنا كي جات تاع البنان وفيها لاكريم باتيسيير ديال الشوكولا، حيت البنان كيتواتن بزاف مع الشوكولات. غزالة الريحة ديال البنان ولا فاني والشوكولات لاكريم، ما غاديش نقولكم البنات مذاق كيكي رائع هائل جدا. نتمنى ان تجربوها هانتوما. غزاله 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 معمره بلا كريم باتيسير الداخل. شوفوها مزيان. جات زوينه، جات بنينه البنات. نتمنى انكم تجربوها. شكلات مع البنان ما نقولكمش البنات كي جاي في المذاق. نتمنى انكم تجربوها. يلا حبيباتي نخليكم على خير وبخير، ان شاء الله تاكلوا بالف صحه وهنا ومبروك عواشركم. الله يدخل علينا رمضان المبارك في احسن الاحوال، ويبعد علينا ذاك الوباء يا رب يا رحمن الرحيمين، ويشافي جميع مرضانا، والله يرحم الشهداء ديالنا في هذه العواش المبروكه. وحبيباتي ما تنساوش اللي تجربها تعمل لي في الكومونتير كيف جاتها الكيكه تاع البنان بلا كريم باتيسيير. وطلعوا الفوق تلقاو تمايا واحد الدائره بيضاء، كليكيو عليها وغادي يدخلكم سوجيكسيون ديال لي فيديو السابقين، ممكن لكم تطلعوا عليهم وتشوفوهم. وما تنساوش لايك 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 وسبسكريو عندنا في القناه ديالنا، وغادي نكونوا عند حسن الظن ديالكم. والف مرحبا بالناس اللي دخلوا عندنا، الف مرحبا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم القناه ديالنا والمحتوى ديالها والفيديوهات اللي كنقدموا لا انا وانا الاخت ديالي في قناتنا بطاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. اليوم معكم لطيفه وسعيده من اسبانيا، لطيفه من المغرب. نتمنى ان جميع الفيديوهات ديالنا يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم وما تكونوش ثقالين على قلوبكم. وهذا هو باش غادي نختم الفيديو نتاع اليوم ونقول لكم مع السلامه حبيباتي، قبله كبيره للجميع.